الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا سعادة غامرة اللي أنا بشوفه في هذه المحافظة العظيمة الوادي. كل يوم بكتشف إن الوادي الجديد ليس كل الموارد الصناعية ولا الزراعية ولا السياحية. الكنز اللي في الوادي الجديد هم أهل الوادي الجديد. الكنز اللي في الوادي الجديد هم أبناء ومواطني الوادي الجديد من أصغرهم لأكبرهم، من نسائهم ورجالهم، من شبابهم وشبابهم. لما أشوف هذا الموضوع، أنا كنت امبارح بالليل في كلية التربية وشفت الشباب في كلية التربية الرياضية، كلكم تفخروا إن عندكم كلية تربية فيهم هذه الكم الهائل من أولادنا الشباب والشابات المحترمين جدا اللي أنا ما شفت زيهم في مصر في أي مكان، حتى في بلد اللي أنا منها، والله دي حقيقة. وبعدين النهاردة الصبح أشوف هذا الوضع جميل، براعم مصر وأمل مصر في المستقبل العظيم إن شاء الله، وأشوف القائمين عليهم بغاية الاحترام والتقدير ليهم جميعا على هذا التنظيم وهذه الرعاية. مش عدد سواء مدير التعليم، مدير الإدارة التعليمية، جميع مديرة المدرسة الجمالات، الأستاذ عادل السعداوي والأستاذ عظماطي، الدكتور مسعد، كل الناس، أستاذ سيد، كل الناس أصدقائي أنا ليا صداقات كلكم جميعا. أنا مش هعدد مين ولا مين، توجيه التربية الرياضية، كل الناس، كل المدرسين، كل الأبلوات وكل المدرسات من المدرسة، أنا مش لاقي حد بشكروش. شكر لكل الناس، لكن ولادي الموجودين قدامي دول، ولادي اللي قدامي دول يعني الحاجة، الملايكة اللي غنوا الكورال الجميل، اللي غنوا لمصر. والله مصر لما موجود فيها زيكم عمرها ما تقع. والله 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 مصر طالما موجودة رغم حقد الحاقدين، والله عمرها ما تقع، لأن فيها قلوب طيبة زيكم، فيها براعم بذرة طيبة زيكم، المجال الرياضي الجميل ومجال الفني. عايز أقول لكم حاجة، الموضوع مش موضوع أغنية، لكن موضوع وطنية مزروعة جواكم. أنا مبصش لأغنية بس، البنت بناتنا الطفلة الجميلة اللي بتغني ثم الثانية ثم الثالثة والكورال اللي غنى ده، واللي مش موجودين حتى اللي كانوا مشجعوا، بتتزرع جسادها جواهم الوطنية. مش الموضوع